جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نشرت ما يزيد عن 500 متطوع وكادر من كوادرها المدربين والمؤهلين في كافة المواقع، 150 متطوع داخل أروقة المسجد الأقصى، 150 متطوع داخل الحرم الإبراهيم الشريف، 150 متطوع على حاجز قلنديا، 100 متطوع على مدخل بيت لحم. راح نساعد الناس على الكراسي المتحركة، وراح نساعد أي الناس تحتاج لإسعافاتها واللي نقدمها إياها. تعاون الهلال الأحمر والله ساعدوني وطلعوا لي الدرج، بارك الله فيهم. سبب التطوع هو رغبتي الشديدة بإني أفيد الغير، وبنفس الوقت التطوع بيعطيك روح حلوة كتير، وبتقدر فعلاً تستثمر في شبابك، تقوي طاقاتك. ما شاء الله عليهم، الله يبارك لهم، ما شاء الله بيساعدوا على البوابة وهون وجوا والمكان.